سيموت الملايين. الحرب تستعر. سلوفاكيا تزود أوكرانيا بمنظومات S-300 الدفاعية، وأوروبا جن جنونها. أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر أن بلاده ستزود أوكرانيا بمنظومة صواريخ S-300 الروسية للدفاع الجوي. وأكد هيجر في تغريدة عبر تويتر صحة الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام المحلية إزاء تزويد بلاده لأوكرانيا بمنظومة S-300، وأضاف أنه من واجب بلاده التحرك إزاء مقتل المدنيين نتيجة الهجمات الروسية ومساعدة أوكرانيا. وفي 24 فبراير شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو. وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الأوكرانية ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الروسي على محطة قطار مدينة كراماتورساك شرقي البلاد إلى 50 قتيلا، في إشارة إلى أن روسيا جن جنونها وبدأت بقتل المدنيين بالفعل بعد جمود كبير شاب هذه الحرب. وقالت سلطات المدينة في بيان إن عدد ضحايا القصف الصاروخي ارتفع إلى 50 قتيلا بينهم 5 أطفال. وأوضح البيان أن القصف الصاروخي أسفر عن إصابة 98 شخصا بينهم 16 طفلا. وفي وقت سابق الجمعة قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا استهدفت محطة قطار كراماتورساك بصواريخ توشكا. من جهته أوضح إرتيم ديختيارينكو المسؤول بجهاز الأمن الأوكراني في بيان سابق أن 39 مدنيا بينهم 4 أطفال قتلوا جراء القصف الروسي. إلا أن وزارة الدفاع الروسية تستمر في المماطلة، واتهمت الجيش الأوكراني مجددا باستهداف المحطة المذكورة، نافية مسؤولية موسكو بشكل كامل عن الهجوم.